هنبتدي دلوقتي اللي هي السيشن دي كلها اللي هي الكومباني سيمبوزيوم، وبشكر شركه ام اس دي لاتاحه الفرصه لي ان انا اتكلم عن الرول اوف سيتاجليبتين ان ديفرنت تايبس اوف تايب 2 دايابيتيك بيشنت. دي الاجنده بتاعتنا، احنا هناخد رحله كده من اول ما العيان بيبقى نيولي دياجنوز الرول بتاع سيتاجليبتين. وحضراتكم تعلموا ان سيتاجليبتين ده واحد من الدي بي بي 4 انهبيتورز الانكريتين بيز ثيرابي، وده تقريبا ادينا داخلين في الانيفرسال بتاعه ادينا 20 سنه تقريبا او اكتر من 20 سنه، فبقى في تراست في المولكيول وفي الجروب دي. هنتكلم عن استخدامه في اول ما يجي العيان يتشخص سكر، وبعد كده في العيانين اللي عندهم ديابيتك وذ كارديو فاسكولار ديس اوردرز والرينال ديس اوردرز والناس الكبار الالدر اللي زي ما شرح الاستاذ دكتور اسامه، وفي بعض الكريتيكال سيتويشنز. في نيولي دياجنوز تايب 2 بيشنتس دلوقتي اكوردنج للاي دي اي والاي اس دي كونسنسس اللي كان من كام شهر، ان بقى early combination في المانجمنت اوف دايابيتس. احنا كنا زمان بنبتدي بالستيب وايز، نبتدي بمونوثيرابي وبعدين نعمل اب تايتريشن، انما دلوقتي الايفيدنس بقت مع الايرلي كومباينيشن ثيرابي. حتى في ادويه الضغط وفي ادويه كتيره ببتدي بتو مولكيولز ان ذا سيم تابلت. ده بيزود لي الديورابيليتي بتاعه الجلايسيميك افكت، وبيادرس الثيرابيوتيك انيرشيا. الثيرابيوتيك انيرشيا دي ان انا بتاخر في الانيشيشن والانتنسيفيكيشن في سكند لاين ثيرابي. نفضل العيان على قرص يفضل قاعد له سنتين ثلاثه والسكر عالي وهو مش دريان، ويقول ان انا باخد العلاج ومتخيل ان هو مظبوط وهو طبعا مش مظبوط. بعد كده لما باخد تو جروبس من في نفس التابلت غالبا بدخل في مالتيبل باثوفيسيولوجي، لان الدايابيتس زي ما حضراتكم تعلموا على الاقل في 8 باثوفيسيولوجيكال فاكتورز بتسبب لي الهايبرجلايسيميا، وما فيش دراج بيغطي لي الثمانيه دول. فكل ما عملت كومباينيشن بمالتيبل او بكومبلمنتري ميكانيزم اوف اكشن اقدر اوصل للتارجت بتاعي مظبوط. بتحسن الادهرنس وتريتمنت بيرسيستنس، العيانين بيزهقوا فبياخد قرص ويسيب التاني، انما لما بحطهم له في قرص واحد بقدر احقق ادهرنس، والادهرنس بيحسن لي الجلايسيميك كنترول بتاعه، وبحسن برضو الجلايسيميا والويت والكارديوفاسكولار ريسك بروفايل زي ما هنشوف. احنا تقريبا قعدنا لغايه 2000 ما كانش قدامنا غير الانسولين والسلفونيليوريا والميتفورمين، شغالين من لغايه سنه 2000. من 2000 ابتدى الدنيا تنطع شويه كده، وابتدى يظهر لي الدي بي بي 4 والجي ال بي 1 والاس جي ال تي 2، وعشان كده احنا بنقول احنا بنحتفل ب 20 سنه. ده البروتوكول اللي كنا ماشيين عليه، ان انا بمشي بالستيب وايز ابروتش، ان انا بمشي ستيب باي ستيب، وده بيجي على حساب الهايبرجلايسيميا والديابيتك كومبليكيشن. اتغير النظام دوت من كذا سنه، ان انا بدخل بالاورلي كومباينيشن، ببتدي من الاول، انا اصلا عيان جاي لي متاخر فانا ما بتاخرش، فانا ببتدي بايرلي كومباينيشن ثيرابي فروم ذا ستارت تو ريتش ذا التارجت الاي 1 سي 7، وبالتالي بقلل الديابيتك كومبليكيشنز. السيتاجليبتين والميتفورمين ادول تو مولكيولز. الميتفورمين طبعا بيشتغل على الانسولين سنسيتايزيشن على الليفر اكتر من المسلز، بيقلل لي الهيباتيك جلوكوز برودكشن لاني بيقلل الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس. السيتاجليبتين اللي هو واحد من الدي بي بي 4 انهبيتورز بيشتغل على البيتا سيل، بيحسن الانسولين سكريشن ان اجلوكوز ديبندنت مانر، يعني ما يعملش هايبوغلايسيميا، وبيقلل لي الجلوكاجون وبالتالي بيقلل لي الهيباتيك جلوكوز اوتبوت. فلما بحط الاثنين مع بعض بقدر اوصل لنتائج افضل. طيب في استدي اتعملت وتعتبر نسبيا حديثه 2019، قالت ان لو حطهم مع بعض من الاول اللي هي كو ادمنستريشن اوف سيتا بلس ميتفورمين بيديني لوور ريسك اوف ديزيز بروجريشن في النيولي تريتد تايب 2 دايابيتيك بيشنتس، تشبه دي الفيريفاي استدي اللي حضراتكم لو تعلموا عنها اللي هو ابتدى بكومباينيشن. غالبا احنا كنا زمان نبتدي الكومباينيشن فوق مثلا السبعه ونص او الثمانيه، دلوقتي قال لك لا فروم ذا ستارت حتى لو سته ونص الاي 1 سي ابتدي بالكومباينيشن ثيرابي. طيب الديزاين بتاع الاستدي دي كانت خدوا العيانين، كانت ريتروسبكتيف اوبزرفيشنال ترايل، كان بيستخدم خدوا داتا بيز من البرتا هيلث يعني وزاره الصحه اللي في كندا، وشافوا العيانين دول اللي خدوا مع بعض السيتاجليبتين بلس ميتفورمين عن اللي ابتدى ميتفورمين وبعدين كملوا له بالسيتاجليبتين. كان البرايمر اند بوينت بتاعتهم امتى هيبتدي بالانسولين وامتى هيبتدي بالانسولين، ده يعتبر يعني سيرجت ماركر لي ان البروجريشن لي او فيلير للبيتا سيل، والاي 1 سي بعد سنه من العلاج. لقيوا ان لما استخدموا التو دراجز مع بعض اللي هو السيتا بلس ميتفورمين كان في لوور تشانس اوف ستارتنج انسولين، وحصل ريدكشن في الاي 1 سي. ووصلوا للكونكلوجن ان لما ببتدي من الاول
التو دراجز بقلل استخدام الانسولين وبالتالي بحسن البيتا سيل وبقلل الاي 1 سي بعمل اي 1 سي ريدكشن وبالتالي بقلل الكومبليكيشن. فقالوا ان الافضل ان انا ابتدي بكومباينيشن فروم ذا ستارت, وان انا لما ببتدي بكومباينيشن فروم ذا ستارت ببتدي بجرعات اقل, ببتدي بسايد افكتس بتاعت الدراج اقل, فبحقق المطلوب بسرعه كبيره. طيب لو جينا بقى دخلنا مش في الاورلي, ابتدى العيان يجي له سكر وبتظهر له الكارديوفاسكولار ديزاين بتاعه, ابتدى يظهر له كارديوفاسكولار اوتكم. الدراسه ديت اتعملت على تقريبا 214 سنتر في 15 كانتريز, كان منهم السعوديه وتركيا, يعني قريبين مننا في المعيشه بتاعتنا. كانت الانكلوجن كرايتيريا بتاعتها ان الناس كان عندهم تايب 2 دايابيتس من مده, وكانوا بيشوفوا اللي هي اسمها الكابتشر ستادي, دي تعتبر مالتي ناشونال كروس سكشنال ستادي, بتشوف الكارديوفاسكولار بريفالنس في الناس اللي عندهم سكر في البلاد اللي شافوها. فلقي انه الكارديوفاسكولار ديس اوردرز بتشكل تقريبا 36%, انما بيظل في 64% ما عندهمش كارديوفاسكولار ديس اوردرز, وان الكلام ده زي ما انتم شايفين الديوريشن اوف دايابيتس 10 سنين. يبقى مش معنى كده ان كل عيانين السكر هيجي لهم, هو ايوه كاري الريسك وهيزيد الريسك, انما بعد 10 سنين او في اثناء 10 سنين ما زال نسبه كبيره ما عندهمش كارديوفاسكولار ديس اوردرز, ده اللي بنشوفه عندنا في البراكتس بتاعنا. طبعا ما ننساش التيكوس اللي هي السيتاجليبتين ايفيدنس في السي في كارديوفاسكولار بيشنتس, ودي كانت بتاسس اللونج تيرم كارديوفاسكولار سيفتي باستخدام ان انا بضيف السيتا على اليوجوال كير واقارنها واشوف الاوتكم على الكارديوفاسكولار. الدراسه دي اتعملت على 14000 عيان, عدد كبير, وكانوا العيانين دول كلهم عندهم established cardiovascular disease, يعني عنده أنجين, عنده ميكادال انفاكشن, عنده ستروك, يعني عنده في cardiovascular disorders عالية عنده, وتابعوهم من 2008 ل 2012. ولو تفتكروا 2008 دي كان حدث حصل ان الروسي جليتازون اتشال من الماركت, واحد من الدي بي ام, واحد من الجليتازون اللي هو كان بيحسن السكر بس موت العيانين, دخلهم في كارديوفاسكولار في ديث. فبالتالي جت الاف دي اي قالت يا جماعه اي دواء سكر لازم اتاكد انه سيف ريكوردنج الهارت. فكانت من اوائل الدراسات اللي عملت لبريك ثرو في الموضوع دوت اللي هي التيكوس. كانت البرايمر اوت كام بتاعها ان هي بدايه حدوث الكومبوزيت 4 بوينت ميس اللي هي الكارديوفاسكولار ديث نون فيتال ام اي ونون فيتال ستروك والانستيبل انجينا اللي هي هيعوز هوسبيتاليزيشن. السكندري اوت كوم كانت نفس الكلام دوت, مضاف اليها التايم اوف هوسبيتاليزيشن والتايم اوف اوكيرنس اوف انديفيديوال كومبوننت في البرايمري اوت كوم. النتائج بتاعتها كانت نتائج تعتبر مطمئنه جدا ان ده دواء سكر يا جماعه انما امن على الهارت, فحققت النون انفيريوريتي كانت سيجنيفيكانت. كلمه النون انفيريوريتي دي كانت حدث, لان لسه بقول لكم كان سنه 2008 دواء بينزل السكر انما بيموت العيانين من الهارت, فيعني العمليه ايه, انا عايز احفظ الاثنين. فكانت من اهم الدراسات اللي اتعملت حققت لي نون انفيريوريتي بالسيتاجليبتين في الوقت ده, كان يعتبر حدث قوي. وكمان عملت في سكندر اوت كام قالت ان العيانين دول ما جالهمش هوسبيتاليزيشن من الهارت فيلير. نفس الجروب دي, نفس الجروب الدي بي بي 4 في عندي تو مولكيولز عمل كويستشن مارك على الهارت فيلير اللي هي الاكزامين اللي هي استخدمت الالوجليبتين, كان في تندنسي توارد انكريز الهوسبيتاليزيشن من هارت فيلير حتى وان كانت نون سيجنيفيكانت. جت السافورتيمي استخدمت الساكسا وعملت زياده في الهوسبيتاليزيشن في هارت فيلير. فيبقى الجروب ده متلخبط شويه, فيه هيتروجينس, في مولكيولز امنه منها الستاجليبتين, وفي مولكيول هحط عليها علامه استفهام وما استخدمهاش زي الالوجليبتين والساكسا جليبتين. طيب نيجي بقى للقصه الثانيه, الحر الرينال بيشنت. احنا عارفين ان السكر نسبه الدايبيتك بيشنتس اللي في الاندستيج رينال اعلى زي ما انتم شايفين في الكيرف كده حضراتكم, الدايبيتس والهايبرتنشن راشقين لفوق, في انما عندي البرايمري جلوميرولار ديس اوردرز تقريبا فلات هي والسيست الكيدني. فبالتالي لو انا ظبطت السكر والضغط اقدر انقذ المريض من الاندستيج رينال فيلير والمشاكل بتاعته. طيب ايه الخوف من الناس اللي عندهم سي كي دي؟ ان الناس دول بيبقوا عرضه اكتر للهايبوغلايسيميا, والهايبوغلايسيميا دايما زي ما بنقول انها مش مجرد هايبوس بس اخد شويه سكر واتحسن, لا دي ممكن تكاري كارديوفاسكولار اوت كام, العيان يموت من الهايبوغلايسيميا, يجي له كاردياك اريزميا او يجي له هارت اتاكس او فولز, يقع زي ما قال الدكتور اسامه, يعني هتدخلني في مشاكل فظيعه. فالكديجو قالت ان الادويه الانتي هايبرتنسيف دراج اللي ليها ريسك في هايبوس اتجنبها زي الانسولين والسلفونايل يوريا,
انما اللي نسبه الهايبوس فيها قليله من ضمنهم الدي بي بي 4 انهيبيتورز اللي هو لان قلنا هو بيطلع انسولين اندوجينس انسولين ان اجلوكوز ديبندنت مانر، يعني لما السكر يعلى هو يطلع ما يعمليش هايبوس يظبط لي يبقى يوجلايسيميك، فبالتالي نسبه الهايبوجلايسيميا فيه تكاد تكون منعدمه وبالتالي بيبقى مناسب لمرضى السكر اللي عندهم رينال امبيرمنت. طيب هم كلهم زي بعض الدي بي بي 4؟ قلنا لا، هم مجموعه هيتروجينس حسب الاليمينيشن، فاغلب المجموعه دي بتبقى اليمينيتد في الرينال ما عدا اللينا اللي هو بيبقى اليمينيتد في البيلياري، عشان كده في اللينا جليبتين ما بعوزش دوز ادجستمنت، انما بقيه الجروبس كلها انا بعوز زوج ادجستمنت اكوردنج تو ذا اي جي في ار والستيج بتاعه الرينال افكشن. فيعني لو العيان عندي مايلد ممكن ياخد الفول دوز 100 ملي جرام من الستا جليبتين لوحدها، لو مودريت يعني الكريات كليرانس ما بين 30 ل 45 باخد 50 ملي جرام يعني نص القرص، ولو اقل من 30 او على داليسيس بياخد 25 ملي جرام. طب هل ده بيأثر على البوتنسي بتاعه الدراك از ريجاردنج الجلايسيميا؟ زي ما احنا شايفين في السلايدز هنا لا ما بيأثرش. الناس اللي عندهم نورمال رينال فانكشن وخد ال 100 ملي جرام، واللي عنده مودريت واللي عنده سيفير وخد النص والربع كلهم زي ما انتم شايفين عمل لي ريدكشن في الاي 1 سي بتقريبا زي بعض، فبالتالي انا بحافظ على الجلايسيميك كنترول من غير ما ادخل في هايبوجلايسيميا. واتعملت الكومبوزيت ار اللي هي كانت قارنتني ما بين الستا جليبتين والدابجليفلوزين واحد من الاس جي ال تي 2 انهيبيتورز اللي بستخدمهم في العيانين اللي عندهم رينا مايلد رينال امبيرمنت. شافوا ايه؟ مسكوا الناس دول وراحوا عملوا لهم ناس اخذت الستا جليبتين 100 ملي جرام وناس خدت الدابجليفلوزين 5 ملي جرام وممكن يطلع لغايه 10 ملي جرام. لقيوا ان الريدكشن في اللي حققها الستا جليبتين كانت اقوى من الدابجليفلوزين بي، يعني هي نسبه بسيطه بس كانت سيجنيفيكانت اللي هي 0.15% في الريدكشن في الاي 1 سي، لانه ما زال برضه دواء سكر. فاحنا ايوه نعم المجموعه الاس جي ال تي 2 بتعمل لي بروتكشن ريجاردنج الالبومينوريا والمشاكل دي، انما هو دواء سكر فالبوتنسي بتاعته لازم ابقى برضه حريصه عليها. وان الكومبوزيت ار حققت لي ان ما كانش في فرق في الادفيرس ايفنت بين السيتا والدابا، انما كان في فيور دراج ريليتد ادفيرس ايفنت طبعا السيتا جليبتين عن الدابا جليفلوزين والمايكوتيك انفيكشن والجي اي والجاينيكولوجيكال بروبلم واليو تي اي كلها. زي ما انتم شايفين ارقام السيتا جليبتين هي باللون الازرق كانت اقل بكتير من الدابا جليفلوزين، اللي بيخليني ابقى حريصه برضو بقدر الامكان ان العيان لازم اساله في يوريتاكت فيكشن في مشاكل الستات والكلام ده كله. طيب نيجي للناس الكبار وده اتكلم فيها الدكتور أسامة وقال ان الناس الالدرلي اللي عندهم تايب 2 دايابيتس بيبقى عندهم كذا مشكله تانية. بياخد بولي فارماسي تلاقي العين داخل لك بكيس كده فيه 20 30 نوع دواء، امراض كتيره، الفراكشر بتاعه البون، كوجنيشن بينسى، هايبوفوليميك بيبقى معرض للهايبوفوليميا والدي هايدريشن، ممكن يحصل له بريماتور ديس طبعا، الديسابيليتي اليورينري انكونتنس اللي اتكلم عليها الدكتور عصام، عنده مشاكل كتيره مريض السكر اللي هو الالدر. فعشان كده في الاولد ايج اللي هو بيعرفها اللي هي فوق ال 65 سنه ما بقاش ستريكتلي كنترول، يعني ما نزلش قوي لغايه 7 و6.5، بالعكس انا ابقى ريلاكتنت شويه وابقى ليس استرينجن يعني ممكن من 7.5 ل 8.5، وده محددها لي ان انا بشوف الجنرال هيلث بتاع الناس الالدرلي دي. هل لو هو عنده اقل من مرضين ويقدر يمارس النشاط بتاعه عادي ده بعتبره كويس يعني، فبديله الاي 1 سي بتاعه يبقى في حدود 7.5. لو اموره عنده مشاكل كتيره وعنده اكتر من مرض وما يقدرش يعمل النورمال اكتيفيتي ولا الانسترومنتال، ما عرفش يسوق عربيته ما عرفش يستخدم اجهزه، يبقى ده بقدر الامكان وعنده كوجنيشن او ديمنشيا يبقى ده ببتدي بالاي 1 سي ارحرحه شويه او اريحه شويه يبقى في حدود 6 8.5. يبقى انا مريض الالدرلي بشوف حسب الكوموربيد اللي عنده وحسب الاكتيفيتي وابتدي اصنفه في التارجت بتاعي. طيب هل في دراسه؟ في دراسه استخدمت السيتا جليبتين في ناس مختلفين في الاعمار تحت ال 65 وبين 65 و75 وفوق ال 75، كانت النتائج انها كلها حققت نتائج كويسه جدا وعملت ريدكشن في الاي 1 سي كويس من غير ما تعمل لي سايد افكتس، يعني سايد افكتس الادفيرس ايفنتس. احنا معروف ان مجموعه الدي بي بي 4 دي من المجموعه الامنه جدا اللي بنقول ايه بتوصفها وانت على التليفون، يعني من كتر امانها امن مجموعه في الميديسن كله في الانتي دايابيتك ثيرابي اللي تقدر تديها وانت مطمن من غير حتى ما تشوف العيان اللي هي مجموعه الدي بي بي 4 عشان الادفيرس ايفنتس بتاعتها.
مش كده وبس، ده كمان لقي ان دي بي بي 4 بتحسن الالزايمر ديزيز، وانها بتحسن الكوجنيتيف ديس فانكشن من خلال انها بتحسن الميتوكوندريال والانسولين ريزيستنت. استخدموها من امانها، استخدموها حتى في الناس الكبار اللي في المستشفيات. احنا دايما لما زي ما اتقالت سلمى بدي انسولين بيزال بولس، حطوا البيزال وحطوا معاه سيتاجليبتين، لقيوا النتائج كويسه جدا، لان برضو البيزال بولس جينا للجد محدش بيعرف يستخدمها، بنستخدمها بس يمكن في اقسام البطنه، انما في الجراحات وكده بيبقى في مشكله في المجموعه دي. طب في الكريتيكال سيتويشن زي ايه؟ في الكوفيد اغلبنا استخدمنا، لما جات لنا الكوفيد كنا بنستخدم الدي بي بي 4 عشان بتقلل الانفلاميشن. كمان في رمضان ما بعملش ادجستمنت للدوز في رمضان، في بعض الادويه اللي بتعمل هايبوغلايسيميا لازم انقص الجرعه او اغير، فهنا الدي بي بي 4 بستخدمها زي ما هي في المجموعه. وبالتالي السيتاجليبتين اتس ان افكتيف اورال انتي دايابيتيك وذ نو هايبوغلايسيميا نو ويت جين كارديوفاسكولار سيف، استخدمه في المايلد والمودريت والسيفير رينال امبيرمنت ايفن ان دياليسيس بيشنت، وفي الناس الكبار اللي فوق 65 ابقى مطمنه عليها، في الهوسبيتالايزد بيشنت وفي ديورين كوفيد استخدمناها وسيف ديورين رمضان وذ نو دوز موديفيكيشن. فعشان كده احنا بنقول ان الدي بي بي 4 من امن المجموعات، وانها سيف دراج، وانها في نفس الوقت بوتنت زي ما حضراتكم شفتوا. اند ثانك يو.